Hello everyone, welcome to today's episode of The Beat. Dear viewers, as you all know, The Beat is a musical program which takes you all around Egypt and in Cairo. We take you everywhere, we bring you to different musical places that entertain you with music. And today, dear viewers, we bring you today's very special episode from El Gomhoreya Theater, dear viewers. For we have today the chorale, and the chorale's name is Noor, dear viewers, and it is under the auspices of Dr. Saad Ibrahim, who is a doctor in reality, but he decided to be, of course, the head of this chorale, and he is a doctor, and now his talent turned into to be the head of this chorale Noor. Dear viewers, this concert today is in tribute of the Eid al-Milad or of the birth of Christ. Dear viewers, stay tuned for a very important episode of The Beat. I will be back again. Don't go away. The Mother of Light Group is an Orthodox Christian choir coming from the Church of the Virgin Mary in Dokkhi, with a new oriental style and an orchestral style. The choir displays its work in most of Egypt's churches and in the opera house. The team now consists of about 95 males and female singers, led by Dr. Saad Ibrahim, professor of anesthesia of the College of Medicine. It is distinguished by the presence of different generations. Among its members, you will find young male and female university students, and with them, at the same time, fathers and mothers. The spirit of love and service units are uniting everyone. So they all work in unity until the praises and hymns come out in their best form. The Noor team belongs to the Church of the Virgin Mary in Dokkhi. It is a church dating back to the early 60s and located in El Nasr Street, branching off from Tahrir Streets. Its services extended to the areas of Do'i, Muhandisin, Bula' al-Dakur. The choir is named Noor after the Virgin Mary. ضميت الكورال حوالي تقريبا من سنه كان حد عندنا من الكنيسه كان كلمني على الكواير وقال لي ان في يعني في جروب حلو وانا كده كده كنت اصلا عارف الكورال من قبل كده والكواير من قبل كده وكنت بسمع لهم يعني كتير يعني كانت حاجه كبيره بالنسبه لي ان انا يعني اشارك واكون جزء منهم يعني انا حضرت قبل كده بدايه من حفله البابا شنوده وقبل كده كمان كنت موجود بس حصلت لي يعني ظروف بس من بدايتها من البابا شنودة في اللي هي الفترة بتاعت نهضة العذراء وطبعا مبسوط في الاحتفالية الجميلة دي يعني أسفل قصر بيلاطس وسط الحشود وقفت أنا أسفل قصر بيلاطس وسط الحشود وقفت أنا صرخت مع القائلين أطلق بارد
مصري ماذا جنات فعجب بغطس وصحابنا والناصري النهارده فيه هو متقسم حاجتين ما بين ترانيم وما بين اغاني، يعني اغاني وطنيه طبعا، في طبعا حاجات لعيد الميلاد واعياد الميلاد الكريسماس، وفي حاجات متقسمه للترانيم الوطنيه، وفي حاجات برضو متقسمه برضو، يعني هو متقسمه على كذا حاجه، احنا مش حاجه معينه بعينها، بس هو يعني في تنوع كبير. يعني أراك إلهي أراك فيما صنعته يداك فأنشد فيك الهدى يا إلهي ويملأ قلبي سناك إلهي أراك إلهي أراك فيما صنعته يداك إلهي حفلة بجد، هي حفلة حلوة جدا، أتمنى أنها تعجبكم، وفي ناس كتير تعبت عشان طالع حفلة دي كويسة، وأعضاء الكورال نفسهم
تعبوا، كل واحد بيبقى عندهم اشغال، وان هم بيجوا بيضغطوا على نفسهم وييجوا عشان البروفا دي، بتبقى حاجه روح حلوه جدا منهم. وان شاء الله الكلام ده كله بيظهر في العرض، وان شاء الله تعجبكم كلكم، وكل اللي اتفرج عليها تعجبوا الحفله بجد، هتبقى حفله حلوه جدا يعني. حاسس بايه النهارده وانت داخل النهارده الكورال ده وهتغني فيه؟ انا شعوري بجد ان انا مبسوط جدا ان انا طالع اقدم حاجه زي كده. اتمنى ان كل الترانيم اللي احنا بنقولها تلمس كل قلب ما بيسمعها. احساس حلو جدا، طبعا متوتر قلقان شويه، لكن يعني اعضاء الكورال كلهم بيسندونا ان احنا اللي هو يعني ايه، احنا طالعين نقدم حاجه حلوه تلمس كل قلوب السامعين يعني.
يومك هيبقى ايه النهارده بالظبط في الحفل؟ انا زي اي عضو في كورال واقف عادي بقول برنم، بس مش زي اي كورال، انت مش واقف بترنم وخلاص، انت واقف انت بتقول من قلبك، المفروض انك بتقول من قلبك، مش مجرد انك بتسمع كلام انت حافظه، فالمفروض انك تعبر عن اللي انت حاسس بيه بحيث يوصل لكل اللي قدامك بس. فهو يعني هو دور صغير بس هو يعتبر من اهم الادوار اللي موجودة، بغض النظر عن الصولوهات كلهم بجد انا بحبهم جدا واصواتهم بجد هتعجبكم جدا وكلهم شخصيات حلوة جدا، لكن اعتقد الدور الصغير دور زي ده صغير بس يفرق. هتغني ايه النهاردة انت؟ لا انا مش طالع من الصولوهات للامانة، اتمنى ان شاء الله يعني اطلع من الصولوهات، لكن ما عنديش اي مانع يعني. انا هتغنوا ايه يعني دي ايه هتغنوا ايه؟ اوكي لا احنا هنغني 22 عمل، هنبدا بليلة الميلاد، هنقول ليلة عيد، وعاملين فيه ترتيلة من ترتيل موزعها المايسترو بشوي عوض شوي من فرنسا من باريس، اسمها كنيسة القبطية، هي ترنيمة قديمة لكن توزيع جديد، وهنقولها بأربع أصوات يعني مش عايز أحرق الدنيا يعني، إن شاء الله تعجبكم يعني. كان بالأمس يقول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة يشفي جرح المتعبين، كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين، كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، لأنه يسوع قد أحب كل حين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، بينما الحب يقول كان فكر الحاقدين كيف يقتل يسوع إذ أحب المذنبين، حتى تنتهي الرواية قصة الحب الثمين، حتى يكتب النهاية مات بين المجرمين، حتى تنتهي الرواية قصة الحب الثمين، حتى يكتب النهاية مات بين المجرمين، قصة الحب العجيب قد
أنت الحب ظلما قد أميت بالصليب منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكين إنه حب سيبقى أبد الدهر يكون ليس حب مثل هذا صادقا دوما حنون. دكتور سعد إبراهيم طبعا فرقة كورال أم نور بقيادته هو دكتور تخدير أصلا بيمثل لك ايه الدكتور سعد إبراهيم؟ دكتور سعد انا اول ما دخلت الكورال انا كنت شايفه حاجة كبيرة جدا وما زلت شايفه حاجة كبيرة جدا هو ما زال بالنسبة لي حاجة يعني فوق الوصف بس قربت منه اكتر يعني اللي انا قصدي اقول ان انا لما دخلت وتعمقت في الكورال قربت منه اكتر وبقى بالنسبة لي اب غالي جدا يعني غالي على قلبي ومش مجرد قائد للكورال انا بالنسبة لي بقى يعني قائد بالنسبة لي قائد لحياتي هو يعني شرف ليا وان انا ابقى معاهم في الكورال ويعني من الامثلة اللي انا احب ان ابقى زيها يعني. طيب عمرك ما سألته بينك وبينه كأب ولما تقربت منه هو كدكتور تخدير ايه اللي خلاه النهاردة يبقى قائد لفرقة او هو ده هواية عنده فهو قرر الهواية دي وبعد كده اتشهر عمرك سألت السؤال ده ولا انت عارف السبب؟ لا انا عمري ما سألت السؤال ده للأمانة بس انا ماشي انا اعتقد ان هو يعني من حبه في الخدمة هو حب ان هو يقدم حاجة زي كده مش لمجرد ان الشهرة هو ما كانش قصده كده هو لمجرد ان الخدمة دي تلمس قلوب اللي سامعين برضه هي اهم كلمة بقولها النهاردة ان الكلام اللي احنا بنقوله مش بنقوله خلاص احنا بنقوله عشان تلمس قلوب كل اللي سامعين ليها يعني. في دجى الليل يسوع واملأ الليل صلاة وسراء ودموع وسراء ودموع.
غزة النهاردة، في دور لغزة وفلسطين في الحفلة اللي انت هتقدمها؟ في طبعا ترنيمة اسمها القدس، دي حلوة جدا، يعني هي بتتكلم على اللي بيحصل وانه ما ينفعش اللي بيحصل، واحنا مش متعاطفين مع الكلام ده، احنا متعاطفين مع غزة ومع مع اللي بيحصل في الاطفال هناك والاسر هناك. Well, dear viewers, hope you've enjoyed being with us in today's episode of The Beat as much as we have. We brought you a very important episode celebrating Merry Christmas, celebrating the new year, dear viewers. Hope you've enjoyed being with us as much as we have.